ما شاء الله بيوت المحمية انفك البلاستيك وبدأ موسم التعقيم. ومنصور حبيبي يعطيك العافية، طلعتك في الحرب بس تحملني شوي. الله يستاهلون الناس الثقافة العلمية. الحين شلت البلاستيك. نعم. أول خطوة بعد شيل البلاستيك الحرب تنظيف الأرض من اللي هو الفضلات بقايا الموسم كلها. بقايا الموسم كلها وبعدها تنحرى تنقلب الأرض قلبتين وبعدها ينحط الصماد الدواجن. صماد دواجن. ايه ويتنعم عليه في التربة. من بعد ما ننعم عليه نجي نشد شبكة الري. تسلم. نشغل شبكة الري ونشيك النقاط حقها عن ليك عن كل شيء. من بعدها عاد الصباح بدري يكون التعقيم. ما يكون التعقيم طرح البلاستيك مثلا تقولي الساعة 10 ولا الساعة 11 على طلة الضوء. أول حاجة طلة الضوء. قبل كل شيء. والجهة الجنوبية ما تتسكر. يتسكر من ثلاث جهات البلاستيك. الجهة في يتسكر من ثلاث جهات وجهة ما يتسكر. الجهة الجنوبية ما يتسكر. شو السبب؟ عساستي البلاستيك ياخذ راحته ويفضي جميع الهواء الموجود داخل. ايه. زين؟ لا ينتفخ. يوم ثاني المغرب تجي تسكر، يكون البلاستيك خلاص جامد على الطريقة هذه، ما يكون فيه هواء. يعني يوم مفتوح من جهة. أيوة. يوم إلى يومين مفتوح. وتالي ترجع تسكر. وتالي تسكر عادي. والبلاستيك ايش قوته ابو منصور؟ هذا نسبة 50. ايه ما شاء الله. وتحط عليها اكياس الرمل عشان للطير الهواء. اكياس الرمل للطير الهواء. اي نعم ما شاء الله. لا قدر الله يجي عافور هواء ولا شيء ما يبقى معقب. كم كذا على هالواضع ان شاء الله؟ شهر 30 يوم. 30. والساقي انا احب اني اخليه 30 يوم، هو ترى 20 يوم يكفي. والساقي السقي يبتدي من 10 ونص. يعني كل يوم تسقي اتعامل وياك يوم ورا يوم. يوم ورا اتعامل وياك كانه في زرع. كانه في زرع يوم ورا يوم. مو كانه في زرع، الزرع تسقي يوم تعامل وياه كأنه في زرع انه الماء يشتغل. يعني هذا الكلام الماء لازم شبكه الري مفروحه وكل شيء زي ما تشوف قدامك. ايه ما شاء الله. شوف كيف طبعا يبدا يسود من شده الحراره توصل درجه ايه أيوة. قلب لون يسود. حاره الارض مره. نعم ايه مره حاره. ايه درجه الحراره توصل 70 اعتقد. اذا جيت تشيل البلاستيك تشوف سطح التربه كلها صايره سوداء، هذا معناته تعقيم صح. إذا كان ما في ري مظبوط ما يعتبر تعقيم مظبوط أبدا. منصور تعقيم تعقيم، فائدة التعقيم؟ فائدة التعقيم واجد أكيد. أهمها؟ أهمها تفتك من النمات وقع مظبوط. الفقريات اللي في التربة الضارة والبذور والحشائش كلها تروح. كلها تروح. أدخل موسم نظيف ومرتاح. تخش موسم نظيف. ماشي. نظيف ما شاء الله. طبعا الحر كلنا شوي. طبعا بعض المزارعين يفضل انه يعقم وبعدين يسمد، انا ضد الفقره هذه. السماد اتعامل وياها اساس. السماد اساسي في التعقيم. التعقيم ما شاء الله ما شاء الله. ومنصور هالبيوت الحين ما شلتوا البلاستيك يوم عقمتوه؟ لا لا هذه ما نشيل البلاستيك، نعقم على طول داخل البلاستيك. داخل البلاستيك ما شاء الله. هذا القرعه هذا القرعه هذا جديد هذا. الو هلا ابو حسين. الحين اعلمكم شلون طريقه تلقيح. ها ويش جاك زمان القرعه شلون نسويها. داخل البيت المحمي لزياده العقد بالنسبه للقرع الاخضر. نعم طبعا. الحين هذه الزهره الذكريه. هذه الزهره الذكريه. ايوه تشال بهالشكل. يبقى حبيبات اللقاح حقها موجوده. شوف لو لاحظ اي موجوده في الصبغ. ايوه هذه هي. زين هذه حبيبات تسلم. اللقاح زين تيجي الى القرع اللي هو القرع. طبعا هذا الكلام يصير متى بالنسبه للقرع؟ المغرب. شوف هذا الذكر يلقح كم؟ اربع زهرات ثلاث زهرات بهالطريقه هذه. ايه تمر عليها يدوي زهره يدوي. زهره زهره زهره. زين شوف هذا زي اليوم المغرب هذا يتفتح. هذا راح يفتح بس احنا لجل التعليم حتى انت تشوف زياده العقد. ايوه ايه. خلاص ما شاء الله تاخذها من هذا تاخذ زياده عقد. نعم لا لأن القرع ما يتزهر وقت الحشرات. يزهر متى؟ يزهر وقت المغرب. المغرب ما في نحل لذلك الزرع الوحيد عندنا. الزرع الوحيد؟ الزرع الوحيد بالنسبة عندنا هو القرع، سواء القرع الأخضر الهندي أو القرع البنغالي. طبعا جميع الأنواع القرع ما يتفتح إلا المغرب. المغرب فما في عندك يعني عقد. من تقدر تقول من الساعة 5 5 ونص 5 يبدأ التزهير. ايه هذه الزهره الذكريه. خمس المغرب ما يكون فيه حشرات اللي تسرح اللي تلقح اللي تسرح على الزهور وما في ريح اللي يقول أيوة. الله سبحانه وتعالى وبعثنا الرياح لو ولو جيت. زين بعد في حاجه ثانيه
ولو جيت إلى القرع وشفته الصباح مزهر، طبعا لو جينا الصباح بدري يكون مزهر، لكن يكون على غيوب، هذا ما يعقد، يكون آخر بقايا لبن، حتى لو لقحت ما يعقد، يعقد المغرب. المغرب يعني. فأنت عمال يدخلون بس شغلتهم التلقيح يوميا لازم. لا إله إلا الله. يوميا يجون إلى ما شاء الله. شوف الله هذا القرع، هذا ذا ملقع خالص ده. لا هذا مو ملقع، هذا بعد بعده لسه، شوف بعده أخضر. شوف الزهر اليوم المغرب، هذا لا هذا بكره. اي ويكون خلاص مع الممارسه العمال. نعم. يعرفون هذا. لا خلاص العمال يعرف الزهره ما تكون هالشكل. الزهره المغرب هذه زهره طبعا خلاص، هذه مالت امس، مالت امس. أيه. الزهره اللي بتجي المغرب تشوفها وين؟ هادي بيضة. هادي ايوه هذه 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 اليوم المغرب تصير بيضة تفتح. تفتح ما شاء. نعم. الله هذه امس. اي ما شاء الله، الله يبارك لكم. الله يسلمك. فوق كل ذي علم عليم. طبعا هذا هو القرع الجيشي، القرع البنغالي، اسمه القرع البنغالي. أيه. احنا نسميه القرع البنغالي، هو مصطلح الاسم بالنسبه لسوق الرياض وسوق الدمام يسموه القرع الجيشي. أيه. أيه. نفس الشيء ابو منصور، تحط الاخضر الاسود. نعم الهاي قرو خففت واجد، يوم كان صغير كان مفتوح، الحين نخفف، كل ما جانا نخفف. أيه. كل ما ازداد المجموع الخضري نخف هذا. تسكرونه شوي تتابعا يعني. لا ما نسكر، نفتح. تفتح تفتح. ايه. من اول كان مسكر كامل. ايه الحين كل ماله تفتح شوي. كان القرع صغير مسكر كامل، لما حطينا الخيط ومشى القرع فتحنا محل اللينات بس. ايه. الحين يوم بين التزهير والعقد انت محتاج اضاءة فتفتح زيادة. ايوه ليش احنا نخلي هذا الممر يكون فاضي. يكون مسكر بالطول على اساس لا ياخذ حراره زياده، بس هذا اللي بس ممتاز. ما شاء الله ما شاء الله. وهذا القرع الاخضر هذا يوميا يكون في تنبيت طبعا. ما شاء الله، هذا نهايه عيد المحصول، نهايه البيت. نهايه البيت ما شاء الله ما شاء الله. جربوه في المحشي، يحشى طبعا لحم، قطع لحم ونخج، نخج بليله، لذيذ لذيذ جدا ما شاء الله. ها اجرب انا ليش ما اجرب؟ ما شاء الله. ونحن اللي نجرب. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اوه ربي يبارك لكم. محمد البلادي ابو حسين، شوف هاك، شوف 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 هذه مالت المكيف. الله 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 الله، هذا هدوء حق ابو حسين. محمد البلادي تقول يا حبيب الله يبارك لك. الله يسلمك من جميع، يسلم كل من شاف المقطع. الله يا بعد شدي اللي قلبه نظيف. الله يبارك لكم. ما بنتغدى ما شاء الله ما شاء الله. ابو فاضل هذا اللي قال احب ابحث عن الضاحي ولمهم، انا تفكر عشان هالزين بس. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اليوم ما صورنا اليوم التين عندكم اليوم، بس كلنا تين اليوم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شوف 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 بالله عليك، هذا وين بس يدور اكاله بس. بس بفاضل صلى على محمد وآل محمد الجماعه.